رجل سمر يقود دراجته عكس السير على الطريق السريع. هل سمعتم عن المواطن الذي قاد دراجته عكس السير؟ كان يقود بسلام حتى تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تقول له أن يكون حذرا لأنها سمعت عن شخص أحمق يقود دراجته بعكس السير على الطريق 280، فقال لها: نعم، ليس شخص واحد بل المئات من السيارات يقودون عكس السير، وهذا حادث مماثل وقع في شمال شرق تايوان. حاولت الشرطة إيقاف الرجل لكنهم فشلوا، فطلبوا من دورية أخرى أن توقف هذا الأحمق.